المخرج هو اللي مسؤول عن كل حاجة في الفيلم، المخرج هو المراية بتاعتنا، فإن شاء الله نعمل دور ويبقى كبير المخرج يجي يشيله، هو حر. وأنا حبيت بالكلام ده أفيد الجيل الجديد اللي كان موجود في الصالة. ايوه طبعا لازم نحترم المخرج، المخرج هو اللي مسؤول عن كل حاجه في الفيلم، المخرج هو المرايه بتاعتنا، فان شاء الله نعمل دور ويبقى كبير المخرج يجي يشيله، هو حر. وانا حبيت بالكلام ده افيد الجيل الجديد اللي كان موجود في الصاله، واقول له ان ما يعاتبوش المخرج لو شال دورهم، وفي نفس الوقت أقول لهم كمان إن كانت السينما زمان إزاي. قبل 6 شهور كنا نحضر للفيلم الملابس، نتدرب على الاستعراضات، نقعد مع المخرج. نفس التركيبة دي بيعملها الأستاذ يوسف شاهين برضو، قبل ما اشتغل معاه الآخر قبل 6 شهور عملولي اللبس، عملولي تيست المكياج، خلوني وشي تعبان لانه فهمني ان انا ست شقيانه. الست الشقيانه اللي بتربي عيالها غير اي ست تانيه. وفي نفس الوقت اتعلمت منه ازاي لازم اشوف ديكوري واتعود عليه ما دام ده هيبقى بيتي. الاستاذ يوسف شاهين مدرسه مختلفه خالص، بتفكرني بالسينما بتاعت زمان الابيض والاسود. حضرتك فاجئتينا وقلت لنا ان انت عندك مقتنيات من وانت صغيره. كله. ايه اهم المقتنيات؟ كل افلامي في لبس او لبسين. يعني انا عندي عائله ميكي، الحجاب بتاعي والتايور والجزمه حوريه في الليله ساخنه، عندي الفستان المشرشر ده الاورنج، والجزمه المكعب معمول كده، والشراب المقطع الفيليه، عندي عريس من جهه امنيه التايور الاخضر، عندي وفي حاجات قد كده اهو وانا صغيره، وعندي عروسه مديهالي انور وجدي محتفظه بيها لحد دلوقتي. ايه رايك بقى؟ لونيا، لونيا انت دايما بتحلمي ان انت تعملي حاجات كتيره وحاجات جديده، ايه اللي لبلبه دلوقتي نفسها بتحلم بيه ونفسها تعمله لسه ما تحققش؟ قلت لك. وليه رفضتي حد يجسد مسيرتك؟ لا لا، اصل مش هيطلع حلو، اخاف، لان اللي اتعمل عبد الحليم حافظ وصباح وكلهم، ليلى مراد، لا ليلى مراد كانت حلوه، ام كلثوم كانت حلوه قوي، لكن بعد كده ما اضمنش مين اللي هيكون، واخاف يتكلموا على حد يكون لسه عايش، ما احبش اجيب سيره حد.